نبدأ جلستنا لهذا اليوم، ولكن قبل هذا أسجل موقف تاريخي وموقف لصالح مجلس القضاء الأعلى. مجلس القضاء الأعلى محاكمنا في محافظة البصرة يوم أمس أصدرت حكم بالإعدام على قتلة بعض النشطاء الصحفيين المتظاهرين. في بداية عمل هذه الحكومة كنا واضحين أمام شعبنا أمام ناسنا أن قتلة المتظاهرين والنشطاء سوف لن تذهب سدى، هذه الدماء الزكية الطاهرة. وتابعنا مجموعات كانت متورطة بقتل العراقيين بدم بارد، والحمد لله شكر نجحت هذه الحكومة خلال فترة قصيرة من إلقاء القبض على قتلة الشهيد البطل هشام الهاشمي وعلى قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد وزملائه، وسوف نستمر بالبحث عن كل قتلة الذين متورطين بالدم العراقي. فحبيت أحيي مجلس القضاء الأعلى قضاتنا، وأتمنى من مجلس الوزراء أن يدعم القضاة بقرارات تدعم استقلالية القضاء وتدعم كل فرص النجاح من أجل خدمة ناسنا ومن أجل حماية الدماء. سوف نستمر بملاحقة من متورط بهذه الدماء، الهدف هو ليس الانتقام وإنما البحث عن العدالة.